ما هي فئات النساء التي يشملها مفهوم امرأة في وضعية صعبة؟ كيف جاء تأسيس جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات قبل 20 عاما؟ وما هي منهجية اشتغالها في خدمة النساء في وضعية صعبة؟ لماذا اعتبار خطوة محو الأمية مدخلا إجباريا للتمتع بالمواطنة الحقة ولتحقيق رهان الاستقلال المادي والمعنوي؟ ثم ما مداخل دعم جهود المجتمع المدني في تأهيل النساء تعليميا مواطناتيا واقتصاديا سبيلا واحدا ووحيدا لمكافحة كافة أشكال العنف والحيف؟ النساء في وضعية صعبة موضوع الحلة التكافلية الشهرية من برنامج بدون حرج، والبداية عينة من آراء المواطنين. المرأة كتكون في وضعية صعبة مما كتكونش مستقلة ماديا، كتكون مضطرة انها تمد يديها سواء بزاف ديال سواء الزوج ديالها او يعني الظروف المعيشية كتكون صعيبة. ثاني حاجة المرأة في القرية حتى هي كتكون ظروفها خاصة، الا اسرتو الا كانوا عندها الاولاد معاقين ولا شيء، يعني باش تضطر انها تعولهم اسريا صعيب عليها، يعني حتى هذا كيتسمى عنف بالنسبة ليها. كتكون عندها الراجل خداتو وربما ما خدامش خدمة مزيانة، وكتولد الاولاد وكتعيش عيشة ما صعبة النيت، وكتكون المرأة عاوتاني مات الرجل وما خلى ليها لا لانتريك لا خدمة لا يديك لا خلي، كان غير خدمة حرة، وداك الشيء كيكون فيها كتعيش عاوتاني مع الولاد بوضعية صعبة، وإلا مشات خدمت في واحد البلاصة ما كيعطيوهاش خلصة مزيان. العنف الأسري مع المرأة غالبا كتواجه واحد الظروف صعبة مع الزوج ديالها، الأمية اللي كتلعب دور كبير في هاد الوضعيه هذيك، كتعدي بالمراه انها تعاني واحد المعاناه ربما قبليه، ومن بعد الزواج ولا من بعد شي حاجه غالبا ما كتكونش عندها واحد النظره سابقه لذاك المستقبل ديالها. كاين او ثاني ابار العنف ابار الزواج في سن صغير، انا في عائله جمعويه يعني حتى هما تيعاونوا، ولكن حتى هما ما تيكونوش عندهم شي يد قويه اللي كتساعدهم باش يطرقوا لجميع الناس، يستقبلوا الناس، يكون عندهم مثلا مكاتب خاصه يستقبلوا الناس فين يوعيهم داك الشيء، لان دابا حتى باش يحاربوا الاميه كاينين غير المساجد وكاينين غير يعني ما هاد الجمعيات ما عندهمش البلايص فين يقريو مثلا الاميه، فين مثلا يفهموا الناس يوعيهم سيرتو لي فام، حيت لا فامي لا وعات راه هي وليداتها كلهم غيوعاو، دونك هذا الشيء غادي يعود بالنفع على المجتمع كامل. بالنسبه حنا المغاربه متضامنين انا بالنسبه لي انا كهضر على نفسي بعدا شخصيا، نشوف المراه في واحد الوضعيه نساعدها ماشي ما ضروري، لان المراه هي امي هي اختي هي زوجتي هي بنتي هي راه مستقبل المراه هي، راه خصها الناس هم يعاودوا هذه الامور هذه. هذا الرجال اللي كيطاهدوا النساء ديالهم ولا بنته يصيفطها تخدم في واحد الوضعيه اللي ماشي هي هذيك، راه خصو يفكر 1000 درجه باش هذا هو. سعيدة بتجديد اللقاء بكم كل أسبوع أوفياء هذه الحصة، والسعادة تأتي مضاعفة عندما نلتقي نهاية كل شهر رافعين وإياكم شعار التكافل مع فئة في أمس حاجة للتكافل. نتكافل هذا المساء مع النساء في وضعية صعبة، وقد وقع الاختيار على جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والتي تقدم جليل الخدمات لعدد من المنخرطات. أرحب بضيوفي في الاستوديو وأبدأ بالسيدة أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات شريك ميديا ان تي في في هذا العدد. مساء الخير. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. إلى جانبها تحضر معنا السيدة خديجة إدبليد مستفيدة من أنشطة جمعية جسور. مساء الخير. شكرا على ترحيبتك. أهلا. على يساري يسعدني أن أستضيف السيدة زهور البدلاوي المؤطرة في مركز المواطنة التابع لنفس الجمعية. مساء الخير سيدتي.
مساء النور، كنشكرك على الاستضافه. وترحيب موصول بالدكتور عبد الرحيم العطري الاستاذ الباحث في علم الاجتماع. مساء الخير دكتور. مساء الخير استاذ ايمان، مساء العطاء، مساء التكافل. دكتور عبد الرحيم العطري، اختيار موضوع النساء في وضعيه صعبه موضوعا لهذه الحصه التكافليه الشهريه من بدون حرج جاء كذلك متزامنا مع احياء اليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المراه في الخامس من نوفمبر من كل عام، في 25 من نوفمبر من كل عام. امرأة في وضعية صعبة هي امرأة معنفة والعكس صحيح. صحيح، يعني في إطار تقاطع هذين المفعومين. أكيد أستاذ إيمان، لأن العنف عنده وجوه متعددة، العنف عنده ربما مراتب متعددة، وتنجي وتلقوا بأن النساء وهن في الغالب اللي تيكونوا عرضة للعنف أشكال متعددة، إما عنف اقتصادي، إما عنف سياسي، إما عنف اجتماعي، حتى العنف التعليمي يمكن أن ندخل فيه هذا الجانب ديال الأمية. ولهذا أعتقد بأن هذا الاشتغال على هذا الموضوع في هذه المناسبة هو مناسب للتذكير بضرورة رفع الحيف والعنف اللي مسلط على المرأة بدون مبرر في كثير من الأحيان. هو هاجس تناول هذا الموضوع وبخلفية وقائية، إذا كنا نريد أن نحارب العنف طبعا بمنطق العلاج فنحن كذلك اليوم في منطق الوقاية. أكيد. تعليق على ما جاء في الشهادات. أكيد أستاذ إيمان، قبل ما نعلق على الشهادات لابد من، يعني أنا عجبني الاسم وهو الجسور، وربما احنا محتاجين اليوم في هذا الزمن الصعب الى كثير من الجسور. المغاربه دائما تعبروا عن الحياه بواحد التعبير جميل، تيقول لك الحياه ماشي درديبه، لان الدرديبه الانسان تيهبط ساهل مع راسه، ولكن هي عقبه وحدوره وهي فواصل في كثير من الاحيان، وهاد الفواصل تستدعي منا اقامه جسور باش نتواصلوا. من السهل اننا نبنيو جدار، ولكن من الصعب اننا نبنيو جسور، وديما القناطر راه مكلفه في كثير من الاحيان، خصوصا من غتبنى على المواطنه. وهنا في هذا الروبورتاج لاحظوا جوج الخطابين، الخطاب الاول هو خطاب الارتياح، احنا بخير ما كاين مشكل، ديما الرجوع الى الوراء، وخطاب ثاني هو خطاب القلق، خطاب التوتر، خطاب اللي تيقول بانه فعلا كاين مشكل عندنا في المغرب على مستوى العنف المسلط على النساء، على مستوى الاقتصام ديال الخيرات ديال المجتمع، انه كاين اللي مستفد وكاين اللي ما مستفدش. ولكن الجميل في الامر بان بين خطاب القلق وخطاب الارتياح لازم ان نقلبوا على خطاب اخر، هو الخطاب الموضوعي، الخطاب اللي تيشوف الامور بزاويه او بعين موضوعيه وتيبحث عن الحلول، لان اليوم محتاجين الحلول ومحتاجين الجسور، وربما جسور العطاء هي التي نحتاجها من اجل اليوم. ان تدعم جسور العمل الجمعوي في خدمه النساء في وضعيه صعبه. تعليق على ما جاء في شهاده السيده اميمه عاشور. صراحه اللي جاء في الشهادات هو نموذج من المجتمع المغربي. اليوم كنعيشوا عده انواع من العنف. الامم المتحده كتسمعني العنف في العنف الجسدي، العنف المعنوي، العنف البسيكولوجي اللي كتعيشوا المراه في العمل ديالها، في الاسره ديالها، في المجتمع. اليوم كنشوفوا انواع جديده من العنف اللي كتعرض لهم المراه. العنف اللي كتشوفوا مثلا في الفيسبوك ولا في التلفزه هو عنف متجذر في الثقافه المغربيه. عنف اخر اقتصادي، ملي ما كتقدرش تلبي الرغبات ديال الاطفال ديالها. عنف اللي هو محو الاميه تتلعب فيه دور كبير، ملي ما كتقدرش تقرا مع وليداتها في الدار. عنف من نوع اخر اللي هو في المصالح الاداريه، ملي كيقول لها انت يا لالا ما كتعرفيش تقراي، ما نقدرش نهضر معاك، جيبي راجلك، جيبي ولدك اللي كيعرف يقرا ونهضر معاه. اذا هاد الانواع ديال العنف انواع اللي كتعيشها المراه يوميا في الممارسات ديالها الطبيعيه والعاديه، واللي كتاثر عليها، واللي بعض المرات كتحقرها، كتحس بالحقره عليها، كتبغي تمحي الاميه وكتبغي تولي مواطنه حقيقيه. اذا مواطنه حقيقيه كامله المواطنه. غادي نواصل مع السيده زهور البدلاوي بالتعرف على النساء في وضعيه صعبه اللي كيطرقوا باب جمعيه جسور. شنو هما الفئات ديال النساء اللي كيجيو لعندكم تيبحثوا انهم يستافدوا من دروس محو الاميه، وكذلك عندهم الحلم ديال الاستقلال الاقتصادي، يعني ماديا ومعنويا كذلك؟ نعم الاخت ايمان، اذا المركز ديالنا المركز المواطني للنساء تيتواجد في واحد الموقع استراتيجي وبالضبط في قلب مدينه الرباط. اذا كتوافد علينا واحد المجموعه كثيره من النساء من فئات مختلفه، من فئات عمريه مختلفه، من اوساط مختلفه. عندنا ربات البيوت، عندنا العاملات، عندنا الخادمات، عندنا الارملات، عندنا المطلقات، من فئات العمريه مختلفه، من 15 سنه تقريبا حتى ل 45 50 سنه. هاد النساء ما خذوش حقهم
باش ولاو اميات ما خداوش حقهم الحقيقي اللي كان خاصهم ياخذوا هو ديال حق التعليم. التعليم طبعا. يعني تمارس عليهم واحد العنف بشكل اخر، عنف انه ما يعني ملي ما كناخذش حقي في التعليم فانا امراه معنفه. نعم يعني نعم. هذه هي المعادله اللي نتوما كتامنوا بها واللي هما كيجيو يقلبوا على الحل ديالها عندكم. نعم استاذ ايمان، اذا بما خداتش الحق ديالها، ما تعطاتلهاش الفرصه في الصغر ديالها، اما لظروف اجتماعيه، اما لظروف بعد المدرسه عن المنزل، اما اللي ساكن في الباديه تكون في القريه ولا في الباديه، اما لظروف ان جبرها الوالد ديالها ما تقراش باش تخدم وتجيب واحد مدخول تعين به الاسره ديالها. إذا هذا واحد العنف خطير وعنف في المجتمع كيتمارس عليه. أنا غنواصل من هذه الفكرة باش نمشي عند خديجة. خديجة أنت مستفيدة من الأنشطة ديال هذا مركز المواطنة اللي غنتعرفوا عليه بعد قليل في واحد من 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 الروبورتاجات ديال هذا العدد. أنت في عمرك اليوم 28 سنة، هذه عامين عاد بديتي كتقرا، يعني 26 عام من العمر ديالك وأنت فتاة أمية. شنو الظروف اللي حرمتك من الدراسه وكيفاش ولا شنو الهاجس او الحافز اللي خلاك تترقب بهذه الجمعيه؟ اولا الظروف ديالي كانت ظروف ضعيفه، يعني حالتي حاله العائله ديالي ديال الماديه ماشي زعما في الباديه والمدرسه كانت بعيده علينا وحتى زعما المدرسه بداتها ما كايناش شي قرايه زعما اللي غادي تتقرا بحال اللي ما كتقراش. فجيت من بعد جيت لمراكش، جابوني والدي يعني واحد العائله خدمت عندهم واحد المده، من بعد جيت للرباط بقيت عند عائلتي، عندي عائلتي هنايا عائلتي من الوالده وداكشي في الرباط. اها. ومن بعد وقت ما كنبغي نصاوب شي ورقه ولا شي حاجه كنلقى مشكل، الناس كيشوفوك زعما باقا صغيره وزعما كيفاش انت باقا صغيره وفي هذا الشكل هذا ما قارياش، يعني هادشي كيحرجني ولدرجه حتى ملي كنبغي يعطوني شي ورقه باش نعمر فيها ندير فيها سميتي وكنيتي كنقول له هو صاوب لي زعما داك الشيء، ما تيقول لي صاوبي راسك، تنقول انا ما قارياش زعما حتى هادشي ما بحال اللي ما تيقوش بحال لي داك الشيء. علاش قلبت على شي بلاصه اللي نقدر نقرا فيها نفسيا كيفاش كنتي كتعيش هذه المساله؟ واش فعلا كنتي كتحس براسك يعني في وضعيه صعبه؟ تكلمتي على الاوراق الوثائق الاداريه، يمكن كاين حتى امثله اخرى للمعاناه، يعني ملي كيكون الواحد في مدينه بحال الرباط وفي سن الشباب وما عندوش حتى ابسط ابجديات الكتابه والقراءه. ما كنحسش براسي مزيان زعما كنحس براسي ضعيفه وما عنديش ثقه في النفس ديالي، وهذا بقيت نقلب على شي طريقه باش نقرا زعما تنقول خاصني شي حاجه نديرها، ما يمكنش انا نبقى بحال هكا. بقيت نسول وهذا، ومن بعد لقيت جمعيه جسور اللي فتحت لنا الابواب ديالها الله يجزيهم بخير، وزعما احتضنوني وساعدوني. دابا الحمد لله هذه السنه الثانيه ديالي، دابا المستوى اللي وصلت ما بعد محوي الاميه الحمد لله. واحد العام كان كافي انك تصالح مع القراءه والكتابه؟ شويه بشويه، حتى لان انا درت فيها راسي، بغيت شي حاجه بغيتها زعما نوصلها، لان ما يمكنش لي نبقى بحال هكا. شكرا خديجه يعني على هذه الشهاده العفويه اللي فعلا كتاكد الشعار اللي حنا دايرين، يعني هذا العدد دكتور عبد الرحيم العطري تحت شعار ان المراه في وضعيه صعبه، راه ماشي فقط صحيح فئات من النساء كيعيشوا مشاكل كبيره وان الحرمان من التعليم فعلا يساوي الوضعيه الصعبه. فعلا استاذ ايمان، انا بغيت نرجع لواحد المشهد ربما تيتكرر اليوم في الادارات ديالنا بشكل كبير جدا، واي واحد فينا ممكن يتاملوا وغيحس بالظلم وبالحقره وبالتهميش اللي تيحس به ذاك الانسان اللي ما قاريش. ملي تيوقف قدام ذاك السيد غيوقع شي ورقه تيقول له واش تتبصم ولا تتوقع؟ فديك تتبصم ولا تتوقع تما تنديروا معك التراتبيه، واش انت تنتمي هنا ولا هنا، قاري ولا ما قاريش؟ وحنا في مجتمع تراتبي بامتياز، يعني تبنى الوضعيات وتبنى ربما حتى الاعتراف بنا بناء على ما نملك، واش قاري ولا ما قاريش. المساله الثانيه هي مرتبطه بهذه، هي في ديك لاكارت ناسيونال، الحمد لله لاكارت جديده ما بقاتش فيها ديك بدون، ولكن قبل عندك بدون تمارس واحد العنف رمزي ومادي قوي على من يحملها، خاصة النساء. خاصة النساء، أغلب النساء في غالب الأحيان تتلقى دايرة بدون، وبعض الأحيان
تمشي ربما دير خياطه ولا دير اي حاجه اخرى لكي تقاوم ذاك الشبح ديال البيدون. هذا كله تاكد استاذ ايمان بانه فعلا راه الحرمان من التعليم راه عنف ربما اخطر من الوان العنف الاخرى وباب مشرع على باقي انواع العنف. أكيد. لان وفعلا لان المغاربه تيقولوا واحد الكلمه جميله، اللي حطب شي تيسخن به، الا حطبتي راسك يعني التعليم والحقوق وهذا اكيد غتدفى بها مستقبلا وغتسخن بها، ولكن الا ما حطبتي والو راه ما كاين والو، تتحس بالبرد وتتحس بالتهميش وباللادف الاجتماعي. وهنا تيبان هذه المساله اساسا فهذا بصم ولا وقع، بصم ولا وقع هي إيدان اما تنتمي الناس اللي مستفيدين من الخيرات ولا الناس اللي غير مستفيدين من هذه الخيرات ديال المجتمع. سنتعرف اكثر مشاهدينا على جمعيه جسور وعلى منهجيه اشتغالها بالصوت والصوره حيث نزور من خلال الروبورتاج الموالي مركز المواطنه الذي تقدم فيه دروس محو الاميه وحصص اخرى لتوعيه النساء بحقوقهن وواجباتهن، فضلا عن ورشات مهنيه تمهد لتحقيق النساء لمشاريع مدره للدخل تؤمن استقلالهن المادية والمعنوية. روبورتاج كوثر حمومي وعبد الصمد منتصر. عبرن أو هن بصدد عبور ذلك الجسر الفاصل بين عار الجهل ونور العلم، نسوة من مختلف الفئات العمرية تتلقين دروسا في محو الأمية. نادية واحدة من ضحايا الهدر المدرسي في العالم القروي، وواحدة من ضحايا تشغيل القاصرات كخادمات في البيوت. حلم التمدرس أو بالأحرى الحق الذي انتزع منها يوما أبت إلا أن تسترجعه، فكانت جسور جسرها نحو تدارك ما فات. يعني الإنسان ولا قرايه كنحس براسي والو، كنت في الاول كنحس دابا شويه الحمد لله، يعني حاسه بالتحسن، ولات الثقه في النفس ووليت تنعرف نتهجى الحاجه ونقرا. تعلمت الالفابي الفرنسيه شي كلمات بالانجلي شويه، المهم العربيه وليت كنقرا كنتهجى مزيان. ملي تنخرج نبغي نمشي لشي بلاصه كنعرف فين غاده فين جايه. من فصل محو الأمية انتقلنا إلى فصل ما بعد محو الأمية، وهنا التقينا خديجة التي التحقت بجسور قبل 3 أعوام. الالتحاق بمقاعد الدراسة شكل نقلة نوعية في حياة الأم والجدة الستينية. حياتي شحال هذه ماشي هي ديال دابا، الحمد لله دابا وليت نتقفى ونعرف نقرا ونهز كتاب الله. بعدا كاين اول حاجه كتاب الله، كنقرا القران، نقرا الجريده، نقرا الاسماء في التلفزيون، نعرف البرامج ديال التلفزيون، ونعرف الزنقه ونعرف فين غاديه وفين جايه، وصلت حتى وليت كنعرف الارقام ديال الشيك كيفاش نعمرهم. للجمعيه تدين خديجة بالفضل ليس فقط في أن تعلمت القراءة والكتابة، بل في محو أميتها المواطناتية، حيث باتت تدرك بأن لها حقوقا يتعين أن تتمتع بها كاملة غير منقوصة، كما أن عليها واجبات تجاه أسرتها، تجاه المجتمع وتجاه الوطن. استفدت منها زعما كاين بزاف ديال الحوايج، الحق وليلا جمعيات تستحق زعما كاين الدعم وتستحق بزاف ديال الحوايج. انا ولادي فرحانين بيا والعائله فرحانه بيا وانا فرحانه بنفسي، اللي كنت في واحد البلاصه كنت في الظلام وخرجت للنور، وليت نعرف اللي عليا واللي ليا. الاستقلال المادي والمعنوي نقطة الوصول في رحلة تقطع خلالها هؤلاء النسوة جسرا تلو الآخر ترافقهن وتؤطرهن جمعية جسور. من العديد من الورشات تستفيد المنخرطات قبل أن تتبلور لديهن فكرة مشروع في شكل مقاولة صغيرة أو تعاونية تواكبهن الجمعية في إخراجها إلى حيز الوجود. يعني حنا غير جالسين في الدار، كبغينا حنايا حتى حنا ندخلوا يكون عندنا واحد المدخول، يكون عندنا قهر في جيبنا، ياك؟ ماشي انا نبقى ديما نمد يدي لراجلي، راجلي راه داك الشيء اللي كيقبضوا راه الكرامه والدور المصاريف ديال الدراري، انا ما عنديش واحد المدخول ديالي اللي غيكون عندي في جيبي، حتى انا كنتمنى يكون عندي.
20 عاما من الاشتغال الهادئ الناجع أثمر قصص نجاح هي مبعث فخر الجمعية، كما هو حال رحمة التي افتتحت قبل أشهر محلا لإعداد وبيع الحلويات. وبعد أن كان تعلم أبجديات القراءة والكتابة أم الغايات بالأمس القريب، فإن طموح رحمة اليوم ليس له حدود، وها هي تتطلع لتوسيع المشروع. الحمد لله في ذلك الجمعية، يعني كما كنتش دخلت قريت وهذا ما عادش ندير هذا المشروع ديالي، ودابا كنتمنى باقي نزيد لقدام ان شاء الله، باقي نوسع المشروع ديالي ونخدم معايا بنات وولاد وفهمتي، ونوسع المشروع ديالي مزيان، يعني باغي نزيد لقدام وفضل القراية الحمد لله. من المساهمة في الاستجابة لحاجيات الأسرة مكنتها عائدات هذا المحل، ربح مادي وازاه نصر معنوي تحقق لهذه السيدة بأن تعززت ثقتها بنفسها وتغيرت نظرتها للحياة والمستقبل، على أن الفضل الأول في تحقق هذه النقلة يعود لخطوة محو الأمية. النكاح بالأمية كتبان لي أهم حاجة ديرها في حياتهم، يعني أنا ملي ما كنتش كنقرا ما كانش حتى حاجة كتبان لي، ولكن ملي قريت كتبان لي أهم حاجة نديرها، ممكن نطور المشروع ديالي، نسير ما عارف كيفاش نرد الصرف، كيفاش نهضر مع الناس، كيفاش فهمتي، يعني كنقول لهم خصهم يقراو. على الانتقال من حياة السلب والتبعية إلى الإنتاجية والفعالية في المجتمع تعينهن، وإلى بر المواطنة الحقة والاستقلال المادي والمعنوي تعبر جسور بنسائها. لولا أن انتقالا من هذا الحجم له إكراهاته المادية بالأساس، والتي تحول دون تحقق مطمح المواطنة الفاعلة المنتجة للعديد من النساء. واصل مع السيدة أميمة عاشور، نمشي ونستوعب المنهجية الاشتغال ديالكم. كتشتغلوا فصل محو الأمية، فصل آخر ما بعد محو الأمية، من بعد كيكون هذاك التكوين في إحدى المهن. علاش هذا المنطق في الاشتغال؟ علاش ضروري نفتح الباب ديال محو الأمية وندوز منه ونلقى باب آخر ديال ما بعد محو الأمية عاد نقدر نوصل لباب المشروع أو الاستقلال المادي والمعنوي؟ الفكرة النهار الأول كانت محو الأمية القانونية والوظيفية. اشتغلنا لعدة سنوات مع النساء، كونا تقريبا 2160 مستفيدة. هذه الفكرة اللي كنا كنشتغلوا عليها، من بعد طورناها بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ضافت ما بعد محو الأمية، بحكم أننا اشتغلنا عدة سنوات، عدة مستفيدات استفدوا من محو الأمية، ولاو تيقراو ويحسبوا ويهضروا، ولاو عندهم الإلمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ديالهم. ودازوا واحد المرحلة اللي هي ما بعد محو الأمية، هي فاش فكرنا نديروا لهم أنشطة، يا إما الحلويات ولا بعض الورشات ديال الخياطة، وقريبا بالدعم ديال المشاركات جديدة نقدروا نضيفوا شعاب جديدة اللي تمكن هاد النساء يخلقوا مشاريع في شعاب جديدة. هي فاش فكرنا في هاد الأنشطة، ودزنا دابا الهدف ديالنا هي المرحلة الثالثة، هي أننا نقدروا نواكبوا هاد النساء وندعموا مشاريعهم المدرغة للدخل. أولا أنا اللي بغيت نعرف هو علاش محو الأمية مرور يعني إجباري منه؟ اللي ظروف اللي هي مجتمعية محضة. المرأة اليوم اللي كتعرف تقرا وكتعرف واللي عندها وظيفة ديالها، عندها المسار ديالها في المجتمع. المرأة الأخرى اللي هي اللي كتعيش واحد تتعيش واحد العنف نفسي وبسيكولوجي، وكتبقى جالسة في الدار، ربما في نهارها عندها عدة التزامات، ولكن كشخص كإنسانة محتاجة أنها تقرا، محتاجة أنها تواصل مع المجتمع. هاد النساء عندهم هدف في الحياة، أولا كيفيقوا وكيقوموا باللازمات ديالهم المنزلية، وكيمشيو لجمعية جوصون ملتقى النساء المغربيات، كيما كيقراو ولا كيديروا أنشطة، وكيرجعوا لدارهم كيديروا اللوازم ديالهم، تيعاودوا يرجعوا في العشية لجمعية جوصون ملتقى النساء. إذا في اليوم ديالهم عندهم عدة أهداف، الأهداف الشخصية
والاهداف المجتمعيه، وقدرنا بهالطريقه نكسبوا ونفهموا من النساء الاحتياجات ديالهم. هما اللي طلبوا نزيدوا لهم اللغه الفرنسيه، هما اللي طلبوا بغاو اللغه الانجليزيه، بما انهم بداو تيعرفوا يقراوا ويكتبوا ويحسبوا، شافوا انهم محتاجين انواع. اليوم كيطالبوا لنا باش نديروا لهم المعلومات، بغاو يتعلموا الحاسوب لان الاطفال ديالهم تيخدموا في الانترنت وهما مازال ما تيعرفوش الانترنت. اذا حنايا جمعيه جسور كنحاولوا اننا نلبيو حاجيات المستفيدات ديالنا على قدر المستطاع، وتنحاولوا نواكبوا الحاجيات ديالهم في مركز المواطنه. غنواصل مع السيده زهور البدلاوي. من جاو عندكم هاد النساء وغيرهن؟ تكلمنا على اكثر من 2000 مستفيده في يعني طيله سنوات الاشتغال، كيفاش كيدخلوا النهار الاول عندكم لمركز المواطنه، وكيفاش يعني من بعد مرور سنه سنتين اكثر كيفاش كيرجعوا هاد النساء؟ لان هاد النساء ملي تيجيو بعدا اولا بحال تيطلبوا المساعده، تيطلبوا المساعده بهاد حنا محتاجين لانهم ما تيعرفوا لا يقراو لا يكتبوا لا يحسبوا، ما عارفينش الحقوق ديالهم، ما عارفينش الواجبات ديالهم. يعني ملي تيدخلوا عندنا كيدوزوا مرحله محو الاميه، خاصهم يتعلموا مرحله المحو الاميه الوظيفيه، يتعلموا القراءه الكتابه والحساب باش كيولي عندهم واحد الرصيد لغوي، كيوليو يدبروا المنزل ديالهم، كيوليو يساعدوا يقدروا يساعدوا الوليدات ديالهم، كيوليو يقدروا تتواكب الحياه الخاصه ديالها. بالاضافه لهذا الشيء انا كنتكلم نفسيا، يعني كيفاش الشكل ديالهم تيكون وكيفاش البنيه النفسيه ديالهم كتكون في البدايه، وشنو التغيير اللي كتلمسوه من بعد؟ ضروري ما يكون تغيير، ما يمكنش هذه الانسانه جايه محبطه، جايه من الاصل من الدار ديالها محبطه، كما قلنا معنفه، جايه ما عارفاش تقرا ما عارفاش تكتب، المعلمه كتستدعيها تتقول لها اجي خاص ولدك خاصو دروس خاصو الدعم، ما تتفهمش بعدا هي شنو ذاك الدعم، خاصو يقرا شنو خصو. ملي تجي لعندنا وكنواكبوها وكنساعدوها وكتولي تقرا وتكتب وتعرف كل شيء، كتولي هي من بعد كتمشي عند المعلمه وتتقول لها عفاك بغيت نعرف نقاط الضعف ديال الابن ديالي في الدراسه باش نساعده. الشيء النفسيه ديالها كيتغيرات. كاينين مثلا النساء اللي تجي عندك مع الاول وتتقول لك انا راه ولدي راه كنت غادي نكون انا السبب انني نقتلو، كيفاش؟ انا راه ما كنعرفش الحساب، ما كنعرفش القرايه، الطبيب طلب مني، ولدي مرض وولدي طلعت له السخانه والطبيب عطاني واحد المضاد حيوي، قال لي خاصك تعطيه له مده دي مثلا ديال 6 ديال السوايع، ولكن بمقدار معين انا ما عارفاش ديك المقدار، انا كنت كنعطيه مره اكثر مره اقل، حتى وليت كطلع له السخانه اكثر من اللازم. ملي كنهزو على الطبيب تيقول لي اذا انت ما عرفتيش تقري هاد، ما تعرفتيش تقري هاد الارشادات، اذا هذا ملي كتجي لعندنا وكتعلم هاد الشيء كتولي سهله، وكتولي هي بعد ملي كتمشي عند الطبيب تتقول له كيفاش نتعامل مع الابن ديالي، كيفاش قول لي اعطيني مثلا معلومات اخرين نزيد انا نولي نواكب حالته الصحيه. وبالتالي هاد المساله كتنعكس لا على النفسيه ديالهم ولا على حياتهم الاجتماعيه داخل الاسر. الاسر واش كتدعم المطلب ديال النساء ديالها انهم يعني يجيو يديروا محو الاميه وما بعد محو الاميه، او لا كيكون تحفظ خاصه مثلا هذه صوره نمطيه الازواج الى اي حد كيكونوا مرحبين بهذه الفكره، خاصه وانكم كتعطيو دروس في الحقوق والواجبات ومدونه الاسره، واش ما كاينش واحد النوع ديال التخوف من يعني الصيغه الجديده اللي غتكون عليها هذه المراه؟ لا، بالاضافه للدروس كما قلنا ديال دروس محو الاميه الوظيفيه اللي هي تتعتمد على القراءه والكتابه والحساب، كاين المركز ديالنا مركز المواطنه النساء عنده واحد التميز، كنعطيو دروس قانونيه، يعني هذه المراه كتولي كتعرف حقوقها وواجباتها ما لها وما عليها، كنزيدو نعطيوها دروس اكثر من هذا، دروس الصحه الانجابيه، دروس في التعلم، دروس الصحه الانجابيه في عدد من الميادين، ولكن كيفاش كيكون الموقف ديال الاسره؟ المواقف ديال الاسره كاينين، ولاو مؤخرا الرجال ديالهم هما اللي تيجيو تيجيبوهم هما للجمعيه وتيقولوا لنا بغينا النساء ديالنا يستافدوا، لان خاصهم يستافدوا باش يقدروا يعاونوا وليداتهم، باش يقدروا يواكبوا الحياه اليوميه ديالهم. ما بقاش هذاك التخوف من انكم كتفتحوا لهم عينيهم، يعني ولا مازال كاين في بعض الاوساط انه بما ان كاين هناك تربيه على المواطنه كيمكن تشكل خطر على هذيك العلاقه الزوجيه؟ لا لا، بالعكس ولاو النساء تتقول لك وليت كنتحاور مع راجلي،
وليت كنقدر نتحاور معاه تنقول له لا هذه من حقي خاصني نديرها وهذه ماشي من حقي. ملي كنتفرج انا وياه في شي برنامج كنبدا انا وياه نتناقش كيفرح راجلي، بالعكس كتقول لي كي راجلي راه فرحان بالمجيء ديالي. دكتور عبد الرحيم العطري، بغيناك دير لنا قراءه في منهجيه الاشتغال بجو صورها الثلاث، محو الاميه، التربيه على المواطنه، وصولا الى يعني المشروع المدير الدخل اللي غنتكلموا عليه باسهاب ثاني اجزاء هذا العدد. فعلا استاذه ايمان، غير قبل ما نديروا هذه القراءه في هذه الجسور المهمه جدا اللي ستاخذنا نحو المواطنه الحقه، لا باس نذكر بواحد المساله بسيطه وهي شحال تيخسر المغرب بسبب استمرار الاميه. احنا الاستاذه الكريمه دارت لنا واحد الارتباط يعني ترابط ذكي ما بين الاميه وما بين المشاكل الصحيه اللي تنعيشوها. شحال ديال الوفيات ديال الامهات ولا الوفيات ديال الاطفال تيتموا المواليد بسبب الاميه، شحال ديال الخسارات الاقتصاديه، لان هذا جيل او مجموعه من الناس اللي مهدره الطاقه ديالهم ومركونين على الظل وفي الهامش وما بيستفداش البلاد منهم. اذا نخسر اكثر مما نربح من الاميه، ربما السياسي تيربح منها في اطار يعني هذا الاستمرار ديال مجموعه من الاعيان وهذا، ولكن الدوله عموما والمجتمع والوطن عموما يخسر اكثر بسبب هذا. المساله الثانيه وهي هذه المراه اللي تمشي لمحو الاميه خصنا نحيوها عاليا، لان اولا تتخرج او تتوقف ضد واحد المقاومه ربما ثقافيه تترفض حتى انه الرجوع الى الكتاب والى المدرسه بعدا. المغاربه شي يقولوا تشاب وعاب عدوا للكتاب، يعني ما عندكش حق كاع الفرصه الثانيه كما سميتيها استاذه ايمان. تيقولوا ايضا بانه واش تشرف عاد بغى يمشي للحرف، يعني انه ليس من حقه ان يذهب الى الكتاب. وثم مساله اخرى خطيره جدا هو انه ذاك التمايز ما بين اللي قاري واللي ما قاريش. حنا دائما تنقولوا اللي ما يقرا براتو يعني موت احسن من حياته، يعني كانه ذاك الانسان اللي ما عندوش السلطه ديال القلم والسلطه ديال الحرف لا وجود له في الواقع. هذا الشيء اللي تيخلي هذا المشروع مهم جدا، وفعلا هو جسور حقيقيه. وحنا تنشوفوا في ذاك الروبورتاج تنشوفوا اولا الفرح ديال الناس انتقلوا من واحد الفضاء اللي ما عمرهم جلسوا فيه وهو فضاء المدرسه، وكلنا نحن لذوك الطاولات المدرسيه رغم انها كانت ضيقه وهذا وهذا، ولكن دائما كاين واحد الحنين اليها. علاش؟ لانه في ذيك اللحظه تتكون امام معلم، تتكون في قدسيه ديال المجال العلمي، ولهذا ليس غريبا ان المجالات ديال التعليم كلها تنطبق عليها مفهوم الحرم، نقول الحرم الجامعي، يعني مفهوم الحرم هو قادم من دائره المقدس. اذا هاد الناس دخلوا لدائره المقدس، ومن تدخلهم لدائره المقدس خرجتيهم من المدنس، بمعنى ان هاد الجسور اللي قامت بها الجمعيه مهمه جدا وهي اللي ممكن تقودنا للامام. تتبدا اولا بمحو الاميه، خاص الانسان يفك الخط بهذا المعنى، وهذا هو اللي تيقولوا يزمم الكلام بهذا المعنى، تكون عنده القدره على الحساب، لان احنا في واحد المجتمع ديال الحساب ما يمكنش غتقول شو كاي واحد اعطيني الرقم ولا صوب لي هذا. ثم احنا انتقلنا لواحد المجتمع اللي ولينا نتواصل فيه عبر الارقام، وتحولنا الى مجرد ارقام. تمشي غتمشي للكيشي غيقول لها انت الرقم ديالك 17، وهي ما عرفاش مسكينه 17، غتبغي تدور تليفون لخوها ولا خالتها خصها الارقام. دخلنا الى رقمنه المجتمع، اذا التحكم في الارقام ضروري مهم جدا. ثم مساله اخرى وهي انها تاخذ معلومات حول الواقع، ما بعد تعرف ما لها وما عليها. والاهم جدا هو انه من بعد ان دخلنا الادماج الاقتصادي، هذيك السيده من دارت المشروع ديالها يعني راه ماشي انها فقط ليها، راه خدمات مع جوج الناس. ولهذا غنرجع لسؤال البدء، كم يخسر الوطن بسبب الاميه؟ وكيفاش عندنا مني كتدرس يعني هذه المراه وجات على لسان هذه السيده رحمه عاد تيتفتحوا عينيها في الحياه؟ فعلا يعني ما كيمكنش هاد المرحلة لا يمكن حرقها أو هاد المحطة لا تحرق. فعلا أستاذ إيمان، مشكلتنا في الحياة هي جوج الحوايج. تنقولوا ذاك المثال ذاك عايش حياته بالطول وبالعرض، ولكن كاين الناس مفروض عليهم أن يعيشوا حياتهم عيب بالطول، يعني يمشي عيب القدام، يعني أحيانا تيدير ذوك العلافات على تيبدا غادي نيشان. علاش؟ لأن ما عندوش الرسامير الرمزية والمادية اللي تخليه يتلفت في اليمين وفي اليسار. في اللحظه ملي تتعيش حياتك بالطول والعرض تيكون عندك الحق ديال تاخذ وقفات للتنفس، تشوف هنا وتشوف هنا وتدور في جنابك وانك فعلا تشوف حياتك. هاد الناس للاسف الشديد ينطبق عليهم ذاك المثال، الخبز ربما حار واعر حتى في المدير، يعني هناك صعوبه الوصول الى الخبز اليومي. ولذا نتمنوا بان المغاربه كلهم يعيشوا بالطول وبالعرض، ماشي فقط عيب الطول. بالطول. شكرا دكتور عبد الرحيم العطري. فاصل قصير نعود بعده مشاهدينا لمتابعه حصتنا التكافليه حول فئه النساء في وضعيه صعبه. شريك ميديا ان تي في في هذا العدد وجمعيه جسور ملتقى النساء المغربيات، نلتقي بعد لحظات.
ابعثوا بتبرعاتكم لمساعدة النساء في وضعية صعبة عن المركز الوطني لجمعية جسور عبر رسالة قصيرة SMS تحمل كلمة هبة إلى الرقم 9779 أو من خلال الحساب البنكي التالي. أهلا بكم مجددا، سأواصل الحديث مع خديجة. خديجة، سؤالي كنت طرحته على السيدة زهور البدلاوي، بغيتك تجاوبني عليه طبعا من خلال تجربتك الشخصية. كيفاش دخلتي المركز المواطنة التابع لجمعية جسور، ومن بعد سنتين شنو تغير؟ كيفاش كتحسي بالنسبة لنفسيتك، النظرة ديالك للحياة، الإقبال ديالك على هذه الحياة، كيفاش كتشوف المستقبل، كيفاش كنتي وكيفاش رجعتي؟ أنا نفسية ديالي كانت محطمة بهذا المعنى هذا، لأن كنشوف بزاف هذه هي الحاجة زعما اللي حسيت براسي ناقصاني، هي القراية. سورتو ملي كتكون مع شي واحد بحال هكا باقي صغير وهكا، وتيشوف فيك نتايا تانتا باقي بحالو، زعما قدك قدو، وتتشوفو تتشوف راسك بحالك بحالو، هو قاري في واحد المستوى نتايا في هذا المستوى هذا كيفاش، وتتعيا وما تعاود ليه الظروف ديالك وداكشي ما كيتفهمش، تيقول لك ما يمكنش نتايا علاش ما مشيتيش، الوغ كو كاينين المدارس ديال الدوله، يمكن لك تقرا، يمكن لك كيحملك حتى المسؤوليه في هذه الحاجه اللي ما اختاريتيهاش. كنولي نحس براسي ماشي والدي اللي مسؤولين على هذا المشكل اللي عندي، انما حتى انا كان خاصني ندير شي حاجه. حتى والديك ماشي هما المسؤولين بالمطلق. المهم انا كنقول هو العطب التماوي اللي في عدد من المناطق. المهم زعما كنت محطمه ملي مشيت لجمعية جسور وكملت العام ديالي الحمد لله الاول، ديك السنه الاولى ملي بديت نعرف وهذا، وليت كنحس براسي يعني بديت كنتقدم في حياتي، ما بقاش عندي ذاك المشكل ديال وقت ما نبغي نصاوب شي حاجه نعطي لشي واحد عافاك يمكن لك تصاوب ليا، واش يمكن لك عافاك تصاوب ليا، ما بقاش عندي هذا المشكل الحمد لله، انا كنصاوب راسي الحاجه، ما كنحتاجش شي واحد اللي يعاونني. هذا كله في النفس، كاين نظره للمستقبل تغيرات، لان انت اشتغلتي بعض السنوات يعني كخادمه في احد المنازل، وانت طبعا ما زلتي قاصره، اليوم عندك عمل في احد المختبرات بارات كيف ما عرفت، وعندك كذلك طموح ان يكون عندك مشروع خاص. هذا الوعي بدا عندك قبل ما تلتحق بالجمعيه، او لا هو وعي اكتسبتيه في الجمعيه ان تكون عندك حاجه ديالك؟ نعم، هذا الشيء كله بفضل جمعيه الجسور، لولا جمعيه الجسور كان يمكن لي دائما يمكن نبقى في هذا المختبر اللي انا كنخدم فيه، ماشي شي خدمه زعما اللي في المستوى. المهم انا ماشي كنحكر على هذه الخدمه اللي كندير بها، انا متاخره لان الظروف هي هذه اللي وصلتني لها، ما يمكنش انا هذا. وكل وهذا دابا اللي كنتمنى دابا خلال الدوره اللي وصلت لها دابا في الجمعيه ديالي، في الجمعيه اللي كنتابع فيها، هي ان شاء الله من بعد محوي الاميه غيديروا لنا مشروع اللي غادي يتعاونوا معنا فيه، وكنتمنى زعما هو مشروع كذلك في المساله ديال الحلويات. نعم، كيف كتشوف الحلويات؟ كتعتبر نفسك غتكون قادره انك تسير المشروع ديالك؟ كنتمنى ان شاء الله. عندك هذه النظره للمستقبل انك فعلا ممكن تنجحوا، ممكن فعلا تصبح مستقله ماديا ومعنويا؟ نعم ان شاء الله، علاش لا، كان طابع على هذا الشيء، هذا باغيه نوصل ليه ان شاء الله. وكتعول طبعا على الدعم ديال جمعيه جسور، وجمعيه جسور اليوم هي كتعول كذلك على دعم وعلى شراكات. نعم. ديال طبعا اشخاص ذاتيين او معنويين او مقاولات مواطنه او مانحين. سيده اميمه عاشور، غنفصلوا اكثر في هذه المساله ديال المشروع المدير للدخل، الى اي حد هذاك هو بر الامل اللي تيبان لكم؟ لان الى يعني تحققت خطوه محو الاميه والتربيه على المواطنه بالنسبه لعدد من النساء، فهذا فقط نصف الطريق، وبالتالي الكماله ديال الطريق هو انه يتحقق لهم الاستقلال المادي والمعنوي من خلال المشروع المدير للدخل. باش تكون مواطنه حقيقيه وتحس براسها مستقله وتحس براسها مرتاحه في المجتمع، خص يكون عندها دخل. في الاسره ديالها تكون مرتاحه، تتعاون وليداتها، كتعاون تتحسن الدخل ديال الاسره كله.
المواطنة حقيقية عندها حقوق وعندها واجبات. هذه المواطنة تعلمت تقرأ وتحسب وتعلمت تعامل مع المجتمع. داك الحاجز اللي كان عندها مع المجتمع حيداته. ولات تدير نشاط اللي كتفكر باش تجيب منه القوت اليومي ديالها ولا باش تحسن الدخل ديال الأسرة ديالها. حنايا فكرنا كمكتب وطني وكجمعيه جسور منتقى النساء المغربيات ضروره مواكبه هاد النساء، بما اننا واكبناهم باش يمحيوا الاميه، دونك دور بغى الامان هو اننا نواكبهم باش يستقلوا اقتصاديا. ملي غيستقلوا اقتصاديا كاين ثلاثه ديال الاشياء اللي غادي تكون هي منتجه. اولا نقص البطاله، لان ماشي عندنا عندنا النساء من مختلف الفئات العمريه، منهم شباب شابات. النقطة الثانية تحسين دخل الأسرة، إذا كانت مزوجة وعندها وليداتها إذا غتقدر تعين مع والديها كذلك، مع والديها تقدر تعاون الوالد ديالها ولا الوالدة ديالها ولا الزوج ديالها ولا الأسرة ديالها ولا وليداتها على أي تحسين الدخل. النقطة الثالثة اللي تقدر تساعد بها هي استقلال اقتصادي، بغات شي حاجة لذاتها لنفسها غتمشي غادي تشريها، ماشي غتحتاج شي واحد اللي يشريها لها ولا تطلب الإذن ديال شي واحد. جمعية جسور فكرت في هذا الجسر الثالث باش تساهم في المشروع المجتمعي، باش تساهم في التنمية المستدامة. المرأة عندها حقوق عندها واجبات، ولا كانت ظروف اجتماعية ما مكنتهاش باش تاخذهم، اليوم فرصة عبر الجمعية عبر هذا الجسر باش تحقق الحلم ديالها وسورتو تحقق الهدف اللي قلت لك، لانها اليوم كتفيق الصباح وعندها هدف بعد سنتين بعد ثلاث سنوات. الاخت اللي عطاتنا الهدف ديالها تتقاسموا معنا في الجمعيه هو انها تاخذ شهاده ديال السادسه بكالوريا السادسه ابتدائي وان شاء الله البكالوريا وان شاء الله الاجازه. وعندنا عده نماذج اللي في الجمعيه خداو هذه الشهاده. العام الاخر لا سمحت زهور شحال خمسه سته تقريبا شي سته ديال النساء خداو الشهاده الابتدائيه. نعم اذا ولينا في التربيه غير نظاميه، انتقلنا من محو الاميه ولينا فعلا دخلنا لسلك التعليم. نعم اذا هما تحسوا براسهم اولا مواطنات مستقلين عندهم حقوق عندهم واجبات وعندهم هدف. طيب على ذكر الهدف كاين ثمار ديال العمل، شحال تقريبا ديال النساء داروا مشاريع ديالهم من جمله المستفيدات، واليوم نقدروا نقولوا انهم بداوا يوقفوا على رجليهم. الاحصائيات اللي عندنا نقدر نقول لك شحال من مستفيده، عندنا بحال اللي قلت لك 2160 مستفيده، شحال من وحده خلقت مشروع بوسائل ذاتيه ومواكبه الجمعيه بالشق النفسي تأطير. اليوم حنا مستعدين باش نشتغلوا في خلق المشاريع الا لقينا الدعم ولقينا شراكات جديده. حنا فاتحين هذا الباب والمشاركه ديالنا في البرنامج نتمنى انها تساعدنا باش نخلقوا مجال جديد، مقاوله اجتماعيه، لان كاين الفرص وكاين النساء وكاين. طيب شحال ديال المقاولات اللي او شحال ديال المشاريع المدره للدخل اليوم كاين يعني في الجمعيه بطرق بسيطه؟ بطرق بسيطه وذاتيه بحال اللي شفنا رسمها. نقدر نقول لك كل سنه كاين خمسه ولا سته ديال الحالات كل سنه، ولكن هاد الحالات اللي هما قدروا يخلقوا مشاريع ديالهم بدون مواكبه بدون تدريب بدون مساعده، فبالاحرى الا قدمنا لهم المساعده والتدريب وكيفاش يخلقوا هذا المشروع يكون النتيجه هائله مبهره. صحيح عندكم اكراهات في الاشتغال، اكراه المادي عرفناه وطبعا مفهوم ومتفهم، لان كان عندكم دعم الاتحاد الاوروبي ما بقاش اليوم، وبالتالي كاين واحد الفراغ واحد الخصاص. شحال كتكلفكم كل امراه في الشهر؟ كتكلفنا تقريبا 2400 درهم اللي كتكلفها اللي كتحملها الجمعيه بنسبه 78%. الشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني كتغطي واحد 17%، والمستفيدات تيخلصوا 20 درهم في العام. باش نكون باش نقول لكم الحقيقه، الهدف ديالنا هما هاد النساء يمحيوا الاميه ويوليو مندمجين في المجتمع ويكون عندهم دابا مشروع. يعني من غير الكراهات الماديه ما عندكمش اكراهات اخرى؟ المركز كيشتغل بطريقه جيده، عندنا المؤطرات ديالنا اللي تيعملوا عمل ممتاز، عندنا المستفيدات اللي كيجيو للمركز، عندنا البرامج، عندهم الطموح، كاين الاراده، كاين العزيمه. الا ما كاينش فلوس
يكونوا ان شاء الله شراكات اللي غيمكنوا هذا الجسر الثالث يتحقق ان شاء الله. طبعا هذا هو الامل ديالنا باش فعلا جسور تحمل هذا الاسم ديالها جسر تلو الاخر حتى بر الامان. غنواصل مع السيده زهور البدلاوي. العلاقه مع 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 جمعيه جسور طبعا كاين سنتين، سنه ديال محو الامنيه وسنه ديال ما بعد محو الامنيه، كاين اللي كيستافد من الورشات المهنيه. واش كتبقى العلاقه بين المنخرطات وبين الجمعيه من بعد ما كيكونوا استفدوا من كافه الانشطه ديالها؟ واش كتبقى علاقه ممتده في الزمن؟ بالاضافه انه كيجيو نهار الاول كتجي بحال ما كتعرفش، ما كتعرفش تقرا، ما كتعرفش تكتب. ملي كتقرا وتكتب وهذا كتولي كتواصل مع هذاك القسم بعدا ديالها مع دوك صحاباتها، شويه كنوليو بحال واحد الاسره واحده، كنوليو منضمين. اللي محتاجه شي حاجه كتطلبها من الاخرى، كنوليو اسره واحده وكتبقى واحد العلاقه كبيره. لدرجه ان مثلا الجمعيه غادي نديروا واحد غير في اطار اليوم العالمي للعنف، البارح كنا مشينا درنا واحد الزياره لدار العجزه، دار العجزه تفاجئنا واحد مجموعه ديال النساء اللي ما بقاوش كيجيو عندنا هذه واحد سنتين ولا ثلاث سنوات، ولكن ملي سمعوا الخبر اننا غادي نمشيو لدار العجزه في اطار التآزر والتعاطف وهذا لقيتهم حاضرين، كانوا محاضرين. تفاجئنا داك الوعي الوطناتي وداك الالتزام بقضايا المجتمع كيبقى عندهم، بقات ديك العلاقه بيناتهم. دكتور عبد الرحيم العطري، هذا الاكراه المادي اللي ديما كنصطدموا فيه او كنصطدموا به، يعني العمل ديال المجتمع المدني دائما كيكون فيه هذا الاكراه المادي، هذا نخليوه على جنب، ولكن مفرح اكيد وجه مشرق للعمل الجمعوي ملي كيتطرح بهالطريقه اللي طرحناه اليوم. فعلا فعلا استاذه ايمان، يعني اليوم الجمعيات رابطه بطبيعه الحال تتملأ بياضات الدوله وتتقوم بواحد الخدمه كبيره اللي مفروض ان مؤسسات الدوله هي اللي تقوم بها. ولكن السؤال اللي تيطرح هو بصدد ايضا المؤسسات الخاصه، يعني الشركات اليوم هناك توجه جديد ديال المسؤوليه الاجتماعيه والمواطناتيه ديال الشركات. يعني إذا كانت مثلا هذه الجمعية لقات واحد الشركة تدخل معها في باريناج، إذا لقات واحد الشركة تعطيها مثلا مجموعة من الإمكانيات البسيطة، حنا تنعرفوا بأن الإدارات العمومية مثلا كل السبت والحد ما تيخدموش الطوبيسات ديالها والكيران ديالها، علاش ما يستافدوش هذه الجمعيات المغربية في إطار خرجات أو شيء من هذا القبيل؟ علاش الشركات أنها ما تخصش واحد الجانب معين منها لدعم هذه المؤسسات؟ لأنه 78% راه صعيبة وراه الدوام هذا ماشي اليوم، كيما تنقولوا الدوام تيتقبض حتى الرخام. يعني 2400 درهم تتكلف السيده، طبعا ملي كنقولوا 2400 درهم فهما الرواتب ديال الاشخاص اللي كيشتغلوا، فهو كذلك التكلفه ديال دوك المعدات، فهو المصاريف الصومه الكرائيه ديال ذاك المقر، لان مقر فيه صومه كرائيه. ولكن ما يفرح استاذ ايمان هو الثمار، لان الثمار المخرجات ديال هذا المشروع وديال هذه الجسور شنو هي؟ هي واحد التوصيف تيقولوا المغاربه هذيك امراه قاده، يعني ان هذه المراه من غتولي عندها تخرج من رحاب او من هذا الحقل ديال الاميه الى اللا اميه غيوليو الناس يقولوا لها بانها قاده. وهذه الكلمه ديال قاده ايتيمولوجيا تتجي من جوج الحوايج، تتجي من القدره يعني قادره وقائده في نفس الان. الناس يختلفوا تيقول لك قاده تحيل على قائده، والبعض يقول تحيل على قادره. هي قادره وهي قادره، هي قدره وقياده في نفس الان. اولا تتقود راسها وتقود المجتمع ديالها، وفي نفس الان تولي عندها قدرات ديال التفاوض مع الواقع، وهذا هو المطلوب اليوم. ولكن هذا الشيء ما يمكن استاذ ايمان انه يمشي بعيد الا للدوله اولا ما قدمت استقالتها، والا للمؤسسات الخاصه يعني استثمرات ما سمي الان. كل شيء تيهضر على المسؤوليه الاجتماعيه والمواطناتيه ديال الشركات، ودخل في تحدي انفاقي بهذا المعنى من اجل الخير ديال هذه الجمعيات وديال الوطن كامل. دكتور عبد الرحيم العطري، الى اي حد اليوم كنتكلموا بمنطق الوقايه؟ نعم. بمعنى ان هذه المساله ديال ربه البيت، ربه البيت اللي جالسه في دارها وغير منتجه وما كتساهمش في الميزانيه ديال الاسره، راه ما نشوفوهاش بشكل ايجابي، راه يعني تحمل من السلبيه انها ما قدرتش تطور المستوى المعيشي، انها ما قدرتش تحقق حاجات لنفسها، وبالتالي كل ربات البيوت يوليو عندهم هذا يعني كل هذا الهاجس ديال انهم ينفتحوا على ورشات مهنيه، انهم يطوروا الملكات والمواهب ديالهم، وان هذه المساله تولي مدير غير للدخل. فعلا استاذه ايمان، جميع العلل تاتي من الفراغ، يعني في اللحظه ملي تيكون الفراغ يعني لنتخيل جميع العلل وجميع الاعطاب في المجتمع. هذه الكلمه ديال ربة البيت واخا هي جميله ومغريه في تثمرت ان واحد الاغراء جميل جدا
وربما حتى في ظل مقاربات ربما دينية معينة ربما هناك من يؤكدها ويدعو إليها، ولكن ما ننساوش ربة بيت لن تكون صالحة ولن تكون متميزة إلا لكانت عندها قدرات تعليمية، إلا لكانت عندها قدرات اقتصادية، إلا لكانت قادة بهذاك المعنى ديال القيادة والمعنى ديال القدرة في نفس الآن. ربة البيت ميتة تكون أنها بحال قلتي أعزل بهذا المعنى، ما عندها لا تعليم لا صحة لا معرفة قانونية لا معرفة هذا، راه كأنها تدبر أشياء هكا كما تنقولوا خبز ربي في طبقه. أحيانا في البيت تجري أشياء متعددة ولا تعرف كيف تدبرها، وليداتها دايرين بها شي تيشاطين أو شي تيشاطين هي مسكينه ما عارفه شنو كاين. اليوم النساء ديال جسور طالبين يعني فعلاً ياخذوا دروس من المعلوميات. فعلا حتى المعلوميات لاننا انتقلنا الى الزمن الرقمي، اليوم احنا ننتمي الى ازمنه الرقميه والمفروض بان هذه المراه تعرف شنو داير حداها، لان بنتها هي جالسه معنا ولكن من قالك بان بنتك جالسه معك؟ راه هي جالسه في الشينوا ولا جالسه في الهند تتشاطي في جهه اخرى، ولكن ماشي ان ناخذوا عيب هذا المنطق ديال الرقابه. أنها غتعلم باش تراقب، لا غتعلم باش ترافق، ليس لتراقب ولكن لترافق الأبناء ديالها إلى بر الأمان، لأن هي أيضا غتولي منتجة للجسور، هي خات الجسور ولكن هي أيضا غتعطي جسور للأبناء ديالها والمجتمع ديالها. غنرجع لخديجة. خديجة الآن الانتماء ديالك للأسرة ديال جمعية جسور أكيد خلاك تعرف على بزاف ديال البروفايلات ديال النساء اللي كاينين في هذه الجمعية. كيفاش دايره العلاقه بيناتكم؟ الى اي حد فعلا هذا الجانب التواصلي ممكن يبقى حتى من بعد ما تستقلوا كل وحده بالمشروع ديالها؟ كيفاش دايره العلاقه؟ درت بزاف ديال الصديقات ديالي في ذاك المركز وتعرفت على بزاف ديال البنات كنستافد منهم وكيستافدوا مني ودائما نبقى نتواصل معاهم واخا نوصل زعما نبقى دائما معاهم، لان زعما بالفضل جمعيه جسور انا تمكنت نحارب بزاف د الاشياء اللي كانت كتضيقني في ماشي فقط الاميه. يعني حاربتي من خلال محاربه الاميه، حاربتي الاحساس بالحقره، حاربتي الاحساس بالتعرض للعنف، حاربتي كذلك الحرج اللي كنتي كتحس به. وفي نفس الوقت هذه المساله ديال المشروع هي معلقه بالجانب المادي. الان كتشوف بان يعني ما يفصلك عن تحقيق الحلم هو الجانب المادي. نعم، كنتمناو الجمعيه الدعم لجمعيه الجسور باش تزيد بنا القدام، حيت بلا بها حنا ما نقدروش نزيدوا القدام، وحتى هي ما زعما الجمعيه ما عندهاش باقي باش تساعدنا باش نزيدوا حنايا القدام. كل ما تلاقيتيش بجمعية جسور شنو السيناريو اللي كانت غتمشي فيه الحياة ديالك؟ كنت نقول هذا العمل البسيط اللي كنقوم به في ذاك المختبر التحاليل، كنت كنقول ان نتقيد في شي مركز بالفلوس، زعما نقرا بالفلوس واخا غادي يجيني غالي ولكن ما عندي ما ندير، المهم انا بغيت نقرا حيت قلبت ما بحرام ما لقيت مده وانا كنقرا. الفتيات اللي في السن ديالك اللي ما قدروش يغادروا القريه، اولا الفتيات اللي في السن ديالك اللي بقاو خادمات في البيوت، كيفاش المصير ديالهم اليوم بالمقارنه مع الحياه اللي كتعيشيها وكنحسوا بك مرتاحه فيها؟ في البادية الحياه الجيل ديالك تما في البلاد، يا تما في البلاد يا مشى وبقى كيشتغل في البيوت وما استفد من ملي كيشوفوني تيقولوا لي سعداتك خديجه اللي وصلتي لهذا المستوى. كنت كنتمنى حتى انا نقدر نوصل لهذا المستوى اللي انت وصلتي ليه، ويا ريت كانت عندنا هاد الجمعيه كانت هنايا، حيت عندي واحد بنت عمي اللي كنوجه ليها التحيه هنايا من هذا البرنامج، الاسم ديالها زهره والصديقات الاخرين ديالي. كيتمناو كانوا فروع وحده اخرى في المدن وحده اخرى باش يمكن لهم حتى هما يلتجهوا لهم ويتعلموا ويحاربوا هاد الاميه الشبح ديال الاميه. نعم. السيده اميمه عاشور، يمكن وحنا كنوجهوا طبعا نداء للتكافل اليوم يتحقق حتى هذا المطلب ديال زهره وباقي النساء انه يكونوا فروع ديال الجمعيه ديالكم في عدد من مناطق المغرب، كتشتغل بهذه المنهجيه. الاكراه المادي هو اللي خالق يعني المشكل، هو اللي مخلي ان الجمعيه ما يعني ما تاملش وما تطمحش انها تطور العمل ديالها ويعني ويولي لا متمركز، يعني ما بقاش فقط في الرباط وانما يولي في عدد من جهات المغرب. جمعيه جسور ملتقى النساء المغربيه تخلقت هذه 20 سنه، راه كاين مكاتب وطنيه سبقوا هذا المكتب الوطني اللي في 2015، والمكاتب السابقه
كانوا فكروا في هذه المساله ديال الفروع، وكانوا عندنا فروع في عده مدن عليها كاين مكتب وطني، كانوا مكاتب جهويه، كان فرع في مكناس، وكان فرع في سلا، وكان فرع في الدار البيضاء، وفرع في اصيله، والرباط الوحيد اللي باقي هو اليوم هو اصيله والرباط. الاخرين حلينا سديناهم لانه ما كانش ظروف اللي تتمكن الجمعيه انها تواكب العمل في عده، بحكم ان الاخوات متطوعات لمده 20 سنه. الاخوات اللي كيشتغلوا في جمعيه جوسف في المكاتب الوطنيه كلهم متطوعات، وكيشتغلوا من اجل المجتمع، من اجل حقوق المراه، من اجل المساواه. وخلينا الفرع د اصيله، وخلينا الفرع د الرباط، ومركز المواطنة تميز عندنا في فرع ديال الرباط، هذا تميز عندنا واشتغلنا عليه لمدة عدة سنوات. وهذه السنة فكرنا بأنه خصنا نطوروه باش يتأقلم مع المجتمع، باش يتأقلم مع حاجيات المواطنات. ولينا كنحسوا بالمستفيدات مواطنات حقيقي، ملي كيجيو استحقاقات راه تيمارسوا الحقوق ديالهم. ملي كيكونوا الايام العالميه اللي مثلا البارح كان اليوم العالمي لمناهضه العنف 25 نوفمبر، شنو داروا زياره في مركز المسنين. اي يوم من الايام العالميه بحكم ان عندنا الوضع الاستشاري لدى الامم المتحده كنحتفلوا به، وكيحتفل به مركز المواطنه يا اما بنشاط، يا اما مثلا بعض المرات كنستقبلوا خبراء في التواصل، العنف الاجتماعي، خبراء محامين لحقوق المراه، اطباء، عده خبراء كنستضيفوهم في مركز المواطنه باش ماشي غير كنقريو، ولكن كنقربوهم بواحد الطريقه مختلفه. كنديروا زياره البرلمان، زياره المكاتب، المكتبه الوطنيه، بعد الخارجات. هذه المساله اللي قلتها استاذ ديال الترونسبور، ديال لا كان ممكن يكون عندنا الترونسبور لعده خارجات ولا عده زيارات، غادي نقدروا نديروا برامج احسن واكثر، والمستفيدات غيكونوا فرحانين اكثر، لان ملي كتخرج خريجه مع المستفيدات هذا شيء، ملي كتخرج مع راجلها ووليداتها كتكون عندها مسؤوليه وكتبقى. اذا حنا ماذا بينا نعطيهم ذاك الجو ديال القرايه، والجو ديال الترفيه، والجو ديال الاستفاده، لانه بنفس الوقت كيستافدوا وبنفس الوقت كيقراوا وكيفيدوا كذلك. يعني الاستثمار في النساء هو استثمار مربح بالمطلق، لان من بعد هي كدوز هادشي لوليداتها والاسره ديالها، يعني ما كتشتغلش مع فرد، فانت كتشتغل مع مجموعه الناس. يعني دائما ملي كنتكلموا على المراه ويعني وهذا الجانب، غنواصل معك مداخله اخيره سيده زهور البدلاوي في هذه المساله ديال المواطنه. التوعيه بالحقوق والواجبات، المشاركه في الانتخابات، التفاعل مع قضايا المجتمع، كلهم النساء تشبعوا بما يكفي، يعني بهذا كانت سنه كافيه انهم فعلا نعم الجانب ديال مدونات الاسره كما تكلمنا، يعني الحقوق القانونيه نعم. قلنا بالاضافه ديال الدروس ديال المحو الاميه، المركز ديال المواطنه كيتميز انه كيعطي دروس في المحو الاميه القانونيه، يعني التربيه على المواطنه، كنعطيو دروس كما قلت سبق، الصحه الانجابيه، التعليم، هذا الانتخابات. هذه اخيرا هذه الاستحقاقات الاخيره، النساء كانوا جاو قبل ما كانوش عارفين انتخابات، حنا سرنا لهم انتخابات، جبنا اطر، ساعدوهم انهم وجوهم وقالوا لهم. مني جاو الاستحقاقات، جاو عندي نساء قال لك حتى راه مني دق علينا هذاك المنتخب قال لنا خاصكم تصوتوا على هذا الحزب فلان فلان فلاني، قلنا له اعطينا البرنامج ديالك، اعطينا البرنامج ديالك نشوفوا ولا ما درتيلناش هذا البرنامج، ما طبقتيهناش، شنو غادي يكون، كيفاش غنتحاسبوا معاك، كيفاش غنتحاسبوا معاك. لهذ الدرجه انهم تواصلوا ولاو استوعبوا هذه الدروس اللي كنعطيوهم، ولاو كيتعاملوا بها في حياتهم اليوميه وحياتهم العامه. دكتور عبد الرحيم العطري، غنربط الكلام ديال السيده زهور والسيده اميمه، الباقي من زمن الحلقه في حدود ثلاثه ديال الدقائق، غنربطوا بالشعار ديال الحمله الوطنيه الثالثه عشر لمناهضه العنف ضد النساء في المغرب. الشعار ديال هذه السنه هو اخر انذار للمعنف العقاب. ملي تيكون المعنف شخص ذاتي مشكل محلول، ملي تيكون المعنف هو هذه الظروف السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه المحيطه بالنساء، لما كنوجهوا الاخر الانذار فعلا تيولي الخصم هو لا مرئي، تيولي العدو الطبقي ولا العدو الاجتماعي هو غير معروف. وهنا ربما هنا نتحدث عن العبث، اكيد انه هذه الاوضاع كاين مسؤول عليها،
سياسات ديال التكديح، سياسات ديال التفقير هي اللي وصلتنا لهذا الشيء، سياسات ديال عدم الاقتصاد العادي للخيرات والثروات ديال المجتمع هي اللي وصلتنا لهذا الشيء. احيانا والله الا ملي تنتكلموا بهذا المنطق وتنقولوا بانه خصم غير واضح، خصم غير معلن، كاننا نصنع العبث. الخصم واضح، والخصم هو الفقر، هو الجهل، هو الأمية الأخلاقية أيضا، لأن ما نعيشه اليوم في هذا الزمن الصعب ماشي عندنا فقط أمية القراءة أو الكتابة، ولكن عندنا أمية أخلاقية وقيمية وهي اللي وصلتنا لهذه الأشياء. ولكن بالرغم من ذلك دائما نحن محكومون بالأمل. اليوم تجربة حولة بالأمل، ها هي الهج التجارب، وأنا أسمع الأخت الكريمة وهي تنتقل، يعني أن حرب ديك الحجرة وذاك الحرج اللي كان وتترافع من أجل أخريات، وكان لأن طرحتي قبيلة أستاذة إيمان السيناريو الآخر، لأنه دائما نشوفوا الأشياء بأضدادها، لا نعرف الخير إلا بالشر، ولا نعرف الجمال إلا بالقبح. نتصوروا دابا حاليا نكون بقات في ذاك المختبر، مختبر ديال الخدمة في البيوت، هو أيضا مختبر، ولكن ماذا ستختبر فيه؟ اليوم هي في مختبر لإجراء التحاليل، كأنها تصنع الحياة وتقدم الناس الفحوصات، ولكن في ذاك المختبر الآخر تيكون مفتوح للاغتصاب، على العنف، على الظلم، على التهميش. إذا هذا الانتقال من مختبر الظلم إلى مختبر الحياة جميل جدا، ما يمكن إلا نصفقوا ليه ونقولوا فعلا بأنه كاين جسور. واليوم تطمح إلى الانتقال إلى مختبر الاستقلال المادي والمعنوي. أكيد، وهذا والقيادة أجمل القيادة، تولي قادة، قيادة قادة قادرة وفي نفس الآن قائدة لمستقبلها ولمصيرها. لأن في كثير من الأحيان الذي يحدث بالنسبة للمرأة المغربية هو أنها لا تتحكم في مصيرها، أو ما تيكونش عندها الحق حتى في اختيار مصيرها. من الأول هو تيتفرض عليها الأمور من البداية ديالها. مكانك الطبيعي هو المطبخ، مكانك الطبيعي بذلك هو الزوج، هو البيت، مكانك الطبيعي هو هذا المجال المحدود، ما خصكش تدخلي القهوة، ما خصكش تدخلي هذا، وسد عملية الوصم. ولكن املنا كبير ان هذه المراه هي التي تصنع مجالها وهي اللي تقود المجال. الاستثمار في النساء مربح بالمطلق دكتور عبد الرحيم؟ اكيد مربح، بغينا ننهيو بهذا الاستثمار في النساء مربح بكل المقاييس وبكل ابتلاء. علاش؟ لان المراه هي اللي ستربي هذا المجتمع. دائما تنقولوا انه نصف المجتمع هو النساء، بل المجتمع كله هو النساء، لأن من ينتج هذا المجتمع هن النساء، فتحية لكل النساء. هنا نصف المجتمع اللواتي تنتجنا النصف الآخر. خديجة، نداءك الأخير، نداء التكافل، شنو رسالة اللي ممكن توجهها العموم، الناس اللي ممكن يدعموا ويساعدوا جمعية جسور حتى تعبر بكنا جميعا إلى بر الأمن؟ كنطلب من جميع المسؤولين والناس اللي كيشاهدونا في هذا البرنامج هذا المساعده باش حنا نزيدوا القدام، و زعما كنتمنى زعما من خلال هذا البرنامج ديالكم ان جمعيه جسور تزيد بينا القدام، وبالدعم ديال الناس اللي كيشاهدونا والمسؤولين وبالفضل ديالكم حتى نتوما ان شاء الله باش نزيدوا القدام، لان بلا الدعم بلا المساعده ديال الجمعيه حنا غادي نوقفوا هنا، ما زعما ما بقى عندنا حتى شي خيار اخر. يعني يعني الباب الوحيد مفتوح على المستقبل هو الباب اللي طبعا أتاحته الجمعية، ومستعدة للمرافقة والمواكبة ديال جميع منخرطاتها حتى بر الأمان. شكرا خديجة إدبلي، شكرا للسيدة أميمة عاشور، الشكر موصول للسيدة زهور البدلاوي والدكتور عبد الرحيم العطري. نهاية عدد هذا المساء مشاهدينا من بدون حرج تكافل، خصصناه لفئة النساء في وضعية صعبة. تحدثنا أساسا عن أهمية محو الأمية، الأمية الوظيفية، وكذلك الأمية المواطناتية، وأهمية تحقق الاستقلال المادي وبالتالي المعنوي لجميع النساء. ربما الرسالة التي نختم بها هذا العدد هي رسالة موجهة لجميع النساء بأن تطرقنا باب كل الجمعيات المتخصصة في محو الأمية على اعتبار أنها الخطوة الأولى باتجاه مستقبل أفضل. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس القناة ميديا أن تي في، في رعاية الله.